سكن في الجبال وتأقلموا مع هذه البيئة القاسية. ملامح الوجوه الجبلية المعبرة المشحونة بالحياة تتحدث عن الخبرات الإنسانية المتوارثة في جبال عمان. نقضي في الجبال هذه فيها الجبال هذا ونشل الحطب إيه من الجبال مزي من الجبال مزي نعم ونا ليمة ليمة نبيع حطب بليمة ونبيع حطب بدبة ونبيع حطب رأس خيمة لقال كتير كسرات رأس خيمة نحومل زمون ما أنا حليل المئيش الذي خالقين مخلوقين إليها مخلوقين إلى الجواب وإلش لا الصمر هذا صمر يابس يابس قصة ونقربه نحضر الجبال منه أركاب منه نقعد في الدرجوب ركاب أبوي ثلاث أربعة مشبق نقعد في الجبال هذا ونشل بها حطب بليمة من أول وما مش عايشين يعني لا الصمرة ولا الواب ولا الدباشن هذا الذي الحيوانات الذي ما أنا حد ما حي شيء حد ما شيء